نحن مع الأستاذ حامد السحجي في أحد المحلات البغدادية القديمة. ماشي فنلندا، فنلندا صار سفير. هاي فنلندا. محل. احنا حاليا نلتقي بمنطقة الفضل قرب تكية الشيخ قمر بصحبة الحاج حامد السعدي وابو مسعود المصلاوي والاخ سعد كمال قارئ القرآن والمناقب النبوية. اليوم احنا نتفرج على معرض صور نادرة بمحل احد الاخوة البغادة في منطقة الفضل محبين مدرسة يوسف قمر. ديجة بمصر، هاي بمصر، هاي وين قلت حجي؟ هاي هاي هو بالون، ما البالون هاي بنادي، هاي بنادي وياها بقهوة محمد. هاي محمد القيس، هاي محمد القيس. اي نعم، هاي هنا سجل سجل همايون وسعيدي مبارك اثنين. تمام، بس النادي يقرا سعيدي على حيل. انا اي ممتاز. وورا التسجيل راح للفاتحه مال شو اسمه قاسم ابن القبنجي، فسمير الله يرحمه يا ابو عمر قال له ادري من فاتحه شلون لابس رباط احمر، قال له جزء غير تسجيل كان عندي. ايه الله يرحمه. هاي بس راح على الصوره، هاي مصر، هاي ابن راحوا لمصر. اي من هاي الوقفه يا ما عيده يمكن ما عيده نسخه. لا والله ما تشبه اللي بعده في استاد. لا مو لم يعرف، ما عاد توفيق. هو كان سمين شعوبي، هاي شوفوا هذا شعوبي بس ما ادري هو نفسه. ايه مقاربه له نفسه. هاي هنا مسرح البالون يوسف عمر، الجمهور المصري اعجب فيه وقاموا يصفقوا له يقولون بص شوف يوسف يعمل ايه، قاموا يجي يصفقوا له.